بنصدر الدول العربية كل حاجة. اسمي سلمى كمان، مدرسة وبشتغل مع بابا عادي وبيعلمني كل حاجة يعني. يعلمني اللحام والعناية والشيور، بقفل معاه عربية، نجيب صاج زي كده يبقى ألواح كبيرة، تمام؟ بنقص بقى المقاسات، تمام؟ بالمقاسات والكلام ده كله طبعا، العدة بتاعتنا كلها بالمقاسات الكبيرة، أخويا بياخد المقاسات بالمتر والكلام ده، تمام؟ بيقص بقى العربية المقاسات كلها والتصميمات كلها اللي هو عايزها بيقصها، بعد كده بقى نشتغل على التنية، نمسك الصاج ونشتغل على التنية، تبقى حتت كده، نشتغل بقى على التنية، تمام؟ بنطلعها زي كده، تمام؟ بنوديها بقى الفرن الرش، بنرشها بتبقى بتيجي لنا الألوان، تبقى قطع غيار بقى زي كده، بنجمع بص العربية دي. بنجمعها بقى كل حتة، المواسير تبقى برضو زي كده، بتلحم زي كده اهو، بنوديها تترش وبتيجي نلحمها هنا كده ونلبسها على العربية. احنا كبنات احسن من غريب، نتعلم كل حاجة، وبابا معلمني كل حاجة، واخويا اللي هو مش خايف عليا، اللي هو معلمني الصنعة دي وانا حباها مش وحشة، لان دي احسن من اي حاجة تانية، يعني الصنعة كويسة مش وحشة. بنصح اي بنت لا تشتغل في ورشة، ولا عيب ولا حرام ولا اي حاجة. وبيجي لنا بنات كمان بتبقى عايزة تشتغل، بنشغلها ساعات ونجربها وبتبقى مرتاحة وكل حاجة، ويوم ما تبقى عايزة تمشي بتمشي عادي يعني. بنعلم برضو اي بنت بتيجي وكده بنعلمها، بتعامل معاها اللي هو زي اختي بنوتة، اللي هو كل واحد بعامله باسلوبه محترم وكل حاجة يعني. لنا عندنا كلنا اسلوبنا محترم وحلو جدا، وعمر ما حد بيشتكي ولا يقول انت اسلوبكوا وحش، يا اما انا يا اما اختي يا اما اخويا يا اما بابا، احنا شغالين في ورشه، مفيش حد غريب. الاردن لسه واحد ده واخد ده منا بوكس فشار وغزل البنات، غزل البنات زي كده بس بوكس اقصر شويه وبوكس فشار، كفلناها له بالكرتون وباللزق وكل حاجه عشان هو الاردن بالميزان والطياره والكلام ده، وخده وادي الاردن. وفي الناس خدت الامارات، بنصدر للدول العربيه كل حاجه. في واحد اول مره هو جالي اول مره قال لي عايز عربيه ساده اعملها وافل، اشتري هو مكنه وافل ويعملها اكسبريسو قهوه والكلام ده. خد مني اول مره ونزل حاجات كلها على النت ومشروع ناجح جدا، ودلوقتي الحمد لله اتشهر. جالنا تاني خد عربيه وكان بيشكر فينا جدا، هو وصاحبه كانوا مشتركين مع بعض، جه خدوا عربيه وقعدوا يشكروا فينا جدا، الموضوع ناجح والكلام ده، بقى في كل حته ليها مكان. لو مش ناجح محدش هيجي يشتري تاني مره يعني، انا بشوف الواحد كذا مره وبيجيب الناس اللي هو هيجي الموضوع ناجح، كل واحد بينصح التاني. فانا بنصحهم ان هم يجيبوا الشباب ويشتركوا مع بعض، واحنا يعني مش هنقول لهم حاجه، لا اللي هم عايزين اي اسعار هم عايزينها احنا نقدر نساعدهم على قد اسعار، على قد الفلوس اللي معاهم، مفيش اي حاجه. لا لو حد عنده تصميم بيجيبه من على النت، بيجيبه هو في دماغه بقى تصميم، بنسلمه له نفس التصميم، وكل عربيه بتبقى لها سعر يعني، كل حاجه بتبقى لها اسعارها. في واحد جاب تروسيك عملت عليه عربيه شربات، عملت له الصندوق بالصاج ده، تمام، وحاجات الشربات وكل حاجه. وكان في مره عربيه ملاكي جت عملنا لها بقى حاجات الاكسبريسو والكلام ده، يعني اي حاجه، العربيات اللي بتمشي في الشارع كل حاجه احنا بنعملها، ما بنقولش حاجه لا، طالما عارفين الشغلانه دي بقى نعرف نعمل اي حاجه. صناعه مصريه، بنصنع بايدينا كل حاجه، كل حاجه بنصنعها بايدينا، احنا بنجيب زي ما انت شفت الواح الصاج بتبقى لسه لوح ما فيش اي حاجه، خامات مصريه طبعا، وبتبقى الواح عادي، واحنا بناخد المقاسات ونقص ونقصص، بعد كده بقى نشتغل على التنيه بقى نعمل الشكل اللي احنا عايزينه على التنيه، وبعد كده ندخله الفرن يبقى حتت زي كده، بندخلها الفرن يترش، بعدين بقى بنجمعه عربيات بقى زي كده، عجل، مسامير، حديد بيتلحم اهو، ده البرواز بتاع العربيه اللي بيمسك العربيات. الاسعار مثلا بتبدا من 2200 2300 على حسب ما انت عايز، صينيه وجريل، صينيتين وجريل، مقاس 120، مقاس 100، اي حاجه بقول لك سعرها، تختار الالوان واي لون مناسب انت عايزه، بتستلمه بعد يومين، بتقول اليوم كذا كذا عايزه عربيه كذا كذا، تيجي تاخدها بعد يومين، عربيه ما عجبتكش بتسيبها وتمشي. عايز مثلا انت مش عايز عربيه وخلاص رنيت عليا قلت لي ينفع العربون، بديك عربون ولا اي حاجه. في العربية ما بتقعدش زي ما انت شايف، العربيات على طول اول باول بسم الله ما شاء الله يعني، بيجي زبونها ياخدها ويمشي،
انا مثلا دلوقتي عملت له العربيه دي وكان بتاعت زبون، جه قال لي معلش حصل لي ظروف مش هينفع عايزه اعرض، اقول له اتفضل عربونا عربيه تاني يوم بتتباع. العربيه بتاخد وقت تصنيع معايا، ممكن مثلا عربيه صغيره يومين، عربيه اكبر شويه 3 ايام، لو عربيه تصميمات معينه بتجيلي عايزه حاجه كبيره بتقعد على الاقل 5 6 ايام. في بتبقى عربيات عندي جاهزه بقى 60 في 70 120 متر، ده بياخدها وهو واقف. مثلا عايزه حمص بفتح له الفتحه بالمقص وبياخدها وهو واقف ربع ساعه يقعد معايا ويقف بعد كده ياخدها يمشي. لازم نخلي بالنا واحنا شغالين بالصوم لان بيبقى متزيت بزيت اصلا، فلو ماسكينه لازم نتحكم في ماسكه لان لو فرط من واحد ممكن يعوره ولا حاجه، فاللي هو بنمسك الحاجه جدا. طبعا اتعورت مره واحده بس ساعتها وقع على رجلي هنا خيط 3 غرز بس كان صغير يعني، اللي هو عشان انا كنت لسه بقى بادئه والكلام ده ومش عارفه امسك الساق، كنت لسه ايدي طريه بس خلاص اتعودت بقى على الساق اتعودت كل حاجه، واللي هو امسكه ازاي عشان بقى متزايد طبعا بقى كله زيت، اي حد يمسكه يتزحلق منه. لا احنا هنا ماسكه معينه بنمسكه ماسكه معينه حكم في الحاجه اللي قدامنا. وبنصح اي شاب وبنت برضو تعالوا شوفوا اللي انتوا عايزينه وانا هخدمكم، ولو انتوا معكوش فلوس احنا عنا ليكم طبعا عنا ليكم، وهستناكم بقى. النهارده بقالنا 40 سنة بقالنا 40 سنة بالظبط اشتغل انا واولادي، بيجي من منيا وبيجي من بورسعيد وبيجي من سويف وبيجي من الشرقيه وبيجي من اليوب وبيجي من طنطا وبيجي من مصر هنا من جميع حته، من معادي ومن هرم ومن بيجي يشتري العربيات دي كده. اللي عايز عربيه كبري بياخدها، اللي عايز عربيه غزل وفشار بياخدها، اللي عايز عربيه غزل لوحدها بياخدها، اللي عايز شاور ماك يجي يعملها برضك عندنا هنا هو تفضلها له، عايز ترابيزات بنعملها له. يعني دي حاجه الحمد لله بنعملها بايدينا. احنا لما يجي شاب على قد حاله عايز يفتح حاجه ياكل منها عيش وكده في دقيقه بنقول له خد عربيه حمص، خد عربيه حمص وجيله، يعني خد عربيه اكل سندوتش 2 جريل وجريل وسنتين يشتغل قد حاله ماشي نفسه برضك بيقف في اي حته بيشتغل بيها عادي. ما بنقولش لحد لا. ننصح الشباب ان هم برضك على الله وكلهم على الله مشاريع فبيسمع معاه شويه. وانا بيجي يشتغل برضك يشتروا بيعمل مشاريع العربيات. مشاريع بيشوفوا بردك على الطرق بيقف عروض الملاك بيعملوا له قهوه وشاي وكلام من ده، بيجي يشتروا بنات عندنا الحاجات دي. في ناس بتيجي مثلا معاها عربيه تويوتا وكلام من ده بصمم له عليها، في ناس بتيجي معاها عربيه موتوسيكل بصمم له عليها، في عربيه زوجي بصمم له عليها اللي هو عايزه فيها، بيعملوا عربيه زوجي يعملوا عليها متراس بتاعت مكرونه مكرونه بردك وكشري بصمم له عليها وعاملها له. اي عربيات قديمه بردك بيجيبوها عربيات ملاكي قديمه بتتعمل بجيبها له وشغلها له وعملها له.